We are able to differentiate different cultures and origins through the slightest words of pronouncing, and being away from home allows you to see that sometimes, and allowing you to miss that one thing we have back home, which I would say is language. My name's Lama, I'm from Palestine, and I speak Arabic. اللغة العربية إلها أكثر من لهجة واحدة وبتتغير من بلد لبلد ومرات من منطقة للتانية وبتأثر على شخصية الناس كتير ومرات لما يسافروا على منطقة تانية بيصيروا بدهم يحكموا مثل الناس التانيين عشان يتفاهموا معهم ومرات لما يرجعوا على البيت بينسوا اللغة الأصلية وبيصيروا يستعملوا لهجات تانيين وكلمات تانيين من منطقة تانية وعشان هيك بتأثر كتير على شخصية. And that's it.